سائل يسأل يقول: أفيد فضيلتكم بأنه يقوم بزيارتنا بعض الإخوة ويدعون أنهم من أهل التبليغ ويطلبون منا القيام بزيارة بعض الإخوة في الله في داخل المملكة وخارجها، علما بأنه لا يوجد عندنا علم ما نقوم به في هذه الزيارات، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ جماعة التبليغ جماعة معروفة، ومن شاؤها من خارج المملكة، من شاؤها من خارج المملكة من الباكستان أو من الهند، وليس عندهم علم، ليس عندهم علم، ويقومون بالدعوة وهم ما عندهم علم، وهذا لا يصلح. أيضا ما يهتمون بالعقيدة، لا يدعون إلى التوحيد ولا ينهون عن الشرك، والدعوة التي لا تقوم على التوحيد والنهي عن الشرك دعوة غير صحيحة ولا نافعة. وأيضا عندهم أنظمة ما أنزل الله بها من سلطان، الخروج 40 أو 14 أو كذا أو كذا، هذا نظام مبتدع ما أنزل الله به من سلطان، فهم عندهم تجاوزات وعندهم أخطاء وعندهم بدع، فلا تسمحوا لهم إذا كان لكم قدرة لا تسمحوا لهم بمزاولة عملهم في بلدكم، وحذروا منهم ولا تخرجوا معهم ولا تشجعوهم. نحن والحمد لله في بلد التوحيد، في بلد العقيدة، في بلد الدعوة، يجب أن نقوم بما عندنا من الدعوة ومن التوحيد ومن نشر العلم، بدون أننا نسمح لهؤلاء الأجانب أو من هو سائر على منهجهم، ما نسمح لهم بهذا.